السلام عليكم الناس الكل في فيديو جديد. في الفيديو هذايا باش نقراو لي ليست. اش معناها ليست وعلاش نستعملو في ليست؟ تبعوا معايا. ليست مهمة برشا، كيف نقول ليست ولا ليستة كيف اللي هي نعبروا عليها بانك تلم برشا حاجات مع بعضهم. اش معناها تلم برشا حاجات مع بعضهم؟ ترى ركز معايا، تصور انت قلت لك عندي 3 عباد ولا 4 عباد، كل واحد فيهم عنده اسم، ونقول لك اقرا لي الاسامي نتاعهم. انت باش تخمم تقول لي واحد نحطه في اكس، واحد في ايغريك، واحد في زد، وواحد في ا مثلا والا في نو. المفيد كل واحد في فاريابل. لهنا تحس روحك كلي ما لميتهمش، كل واحد مفرق على روحه. دونك هذيك علاش ولا عندنا حاجه اسمها ليست. الليست هذه شنو باش نسميها انا؟ مثلا باش نكتب ليست ايتوديون، باش نسميها ونقول راي الليست هذه نتاع ايتوديونات. باش نجي نحل هكايا لاكولاد الاولى ولاكولاد الثانيه. ليتيديون الاول نقولوا اسمه زياء، ليتيديون الثاني اسمه محمد، ليتيديون الثالث اسمها سيوار ليتيديونت، والرابعه نعرفش انا اي اسم اسمها مثلا. دونك حطيت زوزو البنات وزوزو الاولاد. لهنا اش معناها الشيء هذايا؟ لميت برشا اسامي مع بعضهم، هذه تتسمى ليست، انك تحل لي دو زاكولاد هذوما ولهنا تحطهم. باهي تويك مثلا انا نحب نفيشي ذي، باهي تتفكروش قلت لكم كيف يبدا عندك شين دو كاركتير ولا حاجه، مثلا كلمه فيها ا ب س د، كي نحب نفيشي حرف ا راهو في البوزيسيون 0. لهنا في الليست نفس الشيء، ريت كلمه ذي هي بيدها في البوزيسيون 0. دونك محمد في البوزيسيون الاولى، سيوار في البوزيسيون الثانيه، واسمه في البوزيسيون الثالثه. ديما لي ليست يبداو من صفر كيما لي شين دو كاركتير. دونك تصور انا نحب نافيشي كلمه زي باش نافيشي برينت، منين باش نافيشي؟ في وسط ايتوديون. بون لهنا ايتوديون على فان اس خاطرهم برشا ايتوديونات. باهي باش نافيشي من لا ليست دي ايتوديون، شكون نحب نافيشي؟ نحب نافيشي ليتيديون اللي في البوزيسيون 0. اذا كان نعمل كي وننزل اف 5 باش يافيشي لي تو سامبلومون في. اذا كان نحب نافيشي لهنا كلمه سيوار باش نولي نكتب في بلاصه 0 2، على خاطر هذا في 0 هذا في ال 1 هذا في ال 2. دونك اذا كان ننزل اف 5 تو سامبلومون باش يولي عندي سيوار. باهي اش معناتها الليست؟ دونك هي بلاصه اللي فيها برشا معلومات يبداو تابعين بعضهم بنفس الاسم. الاسم شنو هو؟ ايتوديون. كل واحد في بوزيسيون، نجم نقضيه محمد سيوار اسماء. باهي لهنا الليستة عندها خاصية باهية، انه قالك نجم تلم حاجات مهمش دو ميم تيب. اش معناها؟ معناتها من بعد ذي نجم نجي لهنا نكتب بطاقة تعريف مثلا 1 8 8 9 9 9 30، لهنا شين دو كاركتير، ومن بعد فيشيت نومرو، ومن بعد رجعتنا فيشي في دي شين دو كاركتير. معناتها عندي الحق نعمل اللي نحب عليه لهنا، حتى اذا كان في شي كلمه فولز والا حاجه بوليان معناها نجم نعمل حاجات مهمش دو ميم تيب. جوست لهنا باش نكبر باش تراو الليسته نتاعنا كامله. دونك لهنا اذا كان ما فيش اللي في البوزيسيون الاولى باش يفيشي لي، باش يفيشي لي بطاقه تعريف. في البوزيسيون 0 باش يعاود يفيشي لي اسمي. في البوزيسيون 3 باش يعاود يفيشي البوزيسيون 4، سامحوني لهنا هذه 1 0 1 2 3 4. دونك في البوزيسيون 4 لهنا لازم يافيشي لي فولز تو سامبلومون، على خاطر الليست نتاعي تنجم تقبل حاجات مهمش دو ميم تيب. معناتها تنجم تقبل شيء وبجنبها اونتي، وبجنبها شين، بجنبها شين، بجنبها حاجه بولين. دونك هذيك اش معناتها الليست؟ انك تلم برشا حاجات مع بعضهم. إذا كان نجيو لهنا مثلا ما نكتبش البوزيسيون، نكتب برينت ايتوديون اكاهاو، ننزل اف 5 باش يافيشي لي كل شيء موجود في الليستة نتاعنا. دونك كيف نكتب هكا ماهيش غالطة، أما إذا كان حاجتي بواحد في بوزيسيون معينة نحط البوزيسيون نتاعو. باهي عندك طريقة أخرى باش تافيشي، تنجم تقولو افيشي لي حتاكش للتروا. اش معناتها؟ يبدا من الصفر ويافيشي حتى للتروا، هذه شفنا كيفها في لي شين دو كاركتير. دونك لهنا باش يافيشي لي في البوزيسيون 0، في البوزيسيون 1، في البوزيسيون 2. دونك ديما لهنا يقف قبل بخطوه، ديما لهنا
يبدا من الصفر ويقف قبل بخطوه. دونك تصور لهنا انا اذا كان حبنا في شيلو سوار واسمى اكاهاو، اول حاجه باش نسالها روحي مين بوزيسيون باش نبدا. البوزيسيون اللي نحب نبدا منها نكتبها لهنا، باهي لهنا كي ما كتبتش حتى شيء على اليسار بدا من الصفر، دونك بدا من ذي. دونك كيف نحب نبدا من واحد نكتب واحد نبدا من هنا، اذا كان نحب نبدا من هنا نكتب نمرو 2. باهي نحب نقف لهنا في اسمى، لهنا قال لي صفر ولهنا واحد، لهنا 2، لهنا 3، انا كيف نحب ويقف 3 ديما نزيد واحد، دونك نكتب 4 لهنا خاطر كي نكتب له 4 ديما يقف في البا اللي قبلها. دونك اذا كان نكتب ايتوديون 2 4 راه باش يافيشي لي سوار واسمى. تراه لهنا ننزل اف 5 ونشوف، دونك هذاك علاش افيشي لي سوار واسمى. دونك هذه طريقه باش تافيشي تاخذ سو ليست من وسط الليست. اش معناتها سو ليست؟ معناتها تقصها، تقص شويه من الليست وتاخذهم المعلومات هذوكم وتحبهم. تنجم تلعب بالنوامر هذوما كيف ما تحب، منين تبدا ومنين توقف على حسب انا ما قلت لك. لهنا تحط منين باش تبدا بالضبط، ولهنا النومرو اللي لازمك تقف قبله. اش معناتها لازمك تقف قبله؟ تحب تقف في 3 تكتب 4، خاطر اذا كان تكتب 3 لهنا راهو باش يقف في 2، دونك باش ياخذ كان سوار لهنا. دونك ديما تزيد واحد، هكاك البايثون ديما لازمك تزيد واحد على اليمين. قبل ما نكمل حبيت نوري حاجه اللي راهو تنجم تفيشي التايم تاع الليست نتاعك. نعرفوا اللي ال او ان هي اللانث، هي ترجع لي التاي. هذه استعملناها على الشين دو كاركتير وقتها باش نعرفوا قديش طول الشين نتاعنا. لهنا كيف نعمل لانث والا ال او ان نتاع ايتوديون زيد باش يفيشي لي 5، دونك باش يفيشي لي قديش فما من اليمون في وسط الليست نتاعي. كان تحسبهم لهنا ذي وبطاقه تعريف وسوار واسماء فولز اللي هما يجيو 5. دونك لهنا استعملنا كلمه ال او ان اللي هي لان، اللي هي نقصد بها لانث اللي هي طول نتاع الليست هذه تو سامبلومون.